السنتين اللي بيتكلم عليهم او ثلاثة دول نكون قفزنا. هنصبر شوية وهنجري قوي هنقفز. انا عايز اقفز في المرحلة اللي احنا فيه دي، مش عايزين نقفز نقفز في الامور اللي خاصة بالادارة. قفز كبير قوي. بنقول عايزين نقفز ليه؟ بنقول عايزين نعمل في سنتين قفزة كبيرة قوي. فانا عايز يعني اقفز